كابتن حبيبي يا كابتن مصطفى. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك ويبارك فيك. تسلم لي حبيبي، الله يخليك، الله يكرمك. الحمد لله ورب العالمين، ربنا يديك الصحه والعافيه. وحشتنا والله زمان، والله زمان يا كابتن مصطفى. فين النفحات وفين الحاجات الحلوه دي بتاعت زمان؟ بقول لك ايه، خلينا بقى نشيل الالقاب واقول لك كابتن مصطفى بدل كابتن مصطفى، اقول لك يا مصطفى بقى. يا سلام، انا منك اي حاجه مقبوله. الله يخليك والله، انت عارف انت اخ عزيز عليا. تسلم لك، تسلم لي يا حبيبي. الله يخليك. حاجه تسعى نهدى احنا كده. الله يكرمك ويبارك فيك. على مهلك كابتن. اخبار الاسره كلها بخير كابتن؟ والله كلهم بخير، والله الحمد لله كلهم بخير، وكلهم يسلموا عليك ويسمعوا عليك دايما. ربنا يخليك، ربنا يخليك. الله يخليك. هنقف ايه بس كده، ندغي كده. لا تعالى انت هنا كده كده، اتفضل يا كابتن. ماشي، دقيقتين ثلاثة كده وبعد كده نقعد نشرب حاجة ونقدر نكمل بقى شغلنا. ماشي. أخبارك يا كابتن؟ والله الحمد لله. وحشنا. تسلم لي. متعنا في التحليلات بتاعتك. ربنا يخليك. متعتنا وأنت لاعب كورة وبعدين وأنت مدرب وبعد كده النهاردة في التحليل، حاجة بسم الله ما شاء الله. أنا كنت عايز أحلل لك بس. ما ينفعش. أنا طويل. إيه الأخبار يا كابتن؟ والله الحمد لله بخير والله يا مصطفى. عجبك الجو العام بتاع الكورة؟ والله هي طبعًا عملية مضطربة شوية كده، والدوري مش منتظم وأوقات وتأجيلات و الكورونا السبب كده؟ والله يعني هي ممكن تبقى الكورونا، لكن برضو عندنا كورونا في عقولنا شوية. برضو يعني عاملة كونفيوجن شوية كده في القرارات. احنا النهاردة وانا بقول للسادة المشاهدين، انا عندنا النهاردة محطات كبيرة جدا مع نجم امتعنا وهو بيلعب وهو مدرب، وفي التحليلات كمان مباريات، في الرأي العام ورأيه حر وهو ما عندوش لا خيار ولا فقوس. هنقعد ونشرب حاجة ونرجع بعد كده بقى نتكلم براحتنا. ولا يهمك يا قرش. اتفضل يا كابتن. الله يخليك حبيبي.